أدعو الله أن يحفظنا وإياكم من جميع الموبقات التي ترمي بصاحبها في الدرك الأسفل من النار، وأرجو لإخواني وإخوتي المبتلين بالسحر الشفاء العاجل، وأن يتقبل الله دعواتهم، وأسأل الله لجميع المسلمين أن يحفظهم من السحر ومن جميع الأسقام، وأسأل الله تعالى أن يتوب على جميع السحرة وأن يرجعوا إلى كتاب الله تعالى قبل أن يفوت الأوان ويخلدون في النار مع الشياطين. وأقول لكم إن الدنيا زائلة وسوف نلقى الله يوما. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سأل أنس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهان، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليسوا بشيء. قالوا: يا رسول الله، فإنهم يحدثون أحيانا بشيء يكون حقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك كلمة من الحق يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه قر الدجاجة، فيخلطون فيها أكثر من 100 كذبة. كون ظهور علامات جديدة وطقوس جديدة في حياة كل شخص تثير القلق لديه، مع وجود حقد واضح عليه من طرف أحد الأشخاص المحيطين به، وذلك يؤثر عليه سلبا، فيبدأ بدوره بالتفكير بأنه مسحور، وأن الأشخاص الذين يكرهونه هم السبب في ذلك كله. فكيف تعرف أنك مسحور؟ وما هو السحر؟ وما أعراضه؟ وأيضا سنحكي لكم قصصا واقعية عن السحر حدثت لبعض المتزوجين، وفي الأخير سنقول لكم بإذن الله كيف تحصن نفسك من السحر وما عليكم فعله عند الإصابة به. فابقوا معنا. ما هو السحر؟ السحر هو عبارة عن مجموعة من التعاويذ والعقد التي يلجأ لها الدجالين والمشعوذين، وذلك من أجل تسخير الجن وما شابه لإلحاق الأذى بشخص معين وبالتالي تدمير حياته. وكل شخص يقوم بفعل السحر بناء على نواياه الشريرة، فيوجد من يرغب في ربط شخص أو يفرق بينه وبين زوجته أو بينه وبين صاحبه، وفي الكثير من الأحيان من الممكن أن يصل السحر إلى الموت، أو يقوم الشخص المسحور بارتكاب جرائم عديدة دون أن يحس بذلك. فكيف تعرف أنك مسحور؟ يوجد الكثير من العلامات والدلائل المؤكدة التي تثبت أنك مصاب بالسحر، يوجد منها ما هو جديد ومنها مشابه مع الأعراض الحياتية من الممكن أن يتعرض أي شخص لها، ولذا سوف نقطع الشك باليقين لكي تعرف العلامات الواضحة التي تدل على السحر. توجد مجموعة من الدلائل التي لا يختلف عليها اثنين، وذلك لاكتشاف إصابة الشخص بالسحر من عدمه، وهي الابتعاد عن كل أمر به مقربة من الله سبحانه وتعالى من عبادات وصلاة وصوم، والنفور في حالة سماع الذكر وثقل كل عمل بدوره يقرب الإنسان إلى الله، الامتناع والنفور من مجالس العلم، الابتعاد عن فعل الأعمال الخيرية، ضيق في الصدر ينتاب هذا الشخص نتيجة سماع النصح والحديث عن الأمور الدينية الواجب عليه فعلها، كثرة الكوابيس والأحلام المزعجة وتكرارها باستمرار، تصاحب الأعراض السابق ذكرها أعراض أخرى بدنية مثل
ارتفاع درجة الحرارة والشعور بالتنميل وبرودة الجسم، الشعور بالصداع المستمر والدائم وفي بعض الحالات يكون متقطع، شرود الانتباه دائما وليس لديه أي قدرة على التركيز، زيغ البصر والذهول مع الانشغال والتفكير، شحوب في الجسد بالكامل وظهوره في حالة غير مرغوب بها، التوتر المستمر واختلاق المشاكل وابتداعها دون أسباب، سرعة الغضب اتجاه أبسط الأمور، الجلوس لفترة زمنية طويلة في دورة المياه والشعور بالراحة النفسية فيها. بالنسبة للرجال، الامتناع عن الجماع مع زوجته، ثم يليه الإحساس بالانكسار والعزلة بصورة تدريجية. هل أعراض السحر الأسود تكون مختلفة؟ إن السحر الأسود، أو كما يطلق عليه البعض السحر السفلي، يعد من أصعب أنواع السحر وأكثرها قوة، وهذا النوع من السحر يتم فيه انتهاك الحرمات وإرضاء الشياطين والجن غير المسلم بكافة الطرق، حيث يقوم فيها المشعوذ بانتهاك حرمة الله ومخافته، فيعتمد على إهانة كلمات الله وتسليم النفس للشياطين من خلال اتباع ما يأمره به. فالسحر الأسود هو خروج صريح عن دين الله، فهو يدمر حياة الإنسان بصورة كلية، وأعراضه من أقوى وأصعب أعراض السحر، وهي كالتالي: التوتر بصورة دائمة وبدون مسببات واضحة، تدهور الحالة إلى أن تصل إلى حد الاكتئاب المزمن، لديه كراهية دائمة من الغير، يفقد الشخص المصاب بالسحر الأسود السيطرة الكاملة على نفسه ولا يشعر بأي أمور يقوم بها، وذلك يرجع إلى أن أحدا آخر هو المسيطر عليه. إصابة المسحور بمجموعة من الأمراض الغير المعروفة سببها والغير المعروفة علاجها حتى مع الطب الحديث، فأحيانا تكون أمراضا غريبة، سماع مجموعة من الأصوات الغريبة الغير المعلومة المصدر، كأنه شخص يأتي ويطلب منه فعل كل المحرمات ومن أكثرها تحريضه على القتل، دائما ما يكون عرضة لمختلف وأبشع الكوابيس والتي بدورها تحرمه من النوم بالصورة السليمة، مثل رؤية الحيوانات المفترسة التي تهجم عليه وترغب في قتله، أو شخصا ما دائما يلاحقه، وفي أغلب الحالات تنتهي حياة الإنسان بالانتحار خوفا من هذه الكوابيس. الشعور بالروائح الكريهة بصورة مستمرة، هذا حتى وإن كان المكان نظيفا. أعراض السحر الثابت: الشعور دائما بالصداع النصفي أو الكلي، والذي يظهر على الشخص المصاب بصورة يومية أو أسبوعية وأحيانا شهرية، حيث ذلك يختلف من كل حالات لأخرى. الشعور بالضيق المستمر والشديد في القلب مع سرعة خفقان بشكل غير معتاد، وذلك بالأخص عند سماع القرآن والذكر، ويمتد هذا الضيق إلى أن يصل إلى البكاء وبدون سبب، انتفاخات في المعدة ليس لها أسباب مع خروج غازات بصورة مستمرة، ارتكاب الفواحش الجنسية والميل إلى الجنس الغير الطبيعي بحيث يكون الجنس شادا ويكون لديهما الرغبة الشديدة به، دائما ما تكون المناطق الحساسة غير نظيفة حيث يظهر بها فطريات والأوساخ والرائحة الكريهة الملحوظة، الخوف المستمر بدون سبب، آلام مستمرة في البطن وبالأخص في الجزء السفلي منها تحت الصرة وبين الجانبين، الكسل والخمول والتنميل في الأطراف، رؤية الكوابيس كما ذكرنا مسبقا
فهي شيء أساسي، وفي حالة الاستيقاظ من النوم يكون لديه الشعور بوجود رائحة غريبة، بالإضافة إلى الشعور بالعطش. في حالة الإقدام على الزواج يتم ربط الرجل، الربط خلال فترة الجماع، فيشعر الشخص المربوط بالبرود الجنسي، وذلك في الحلال بين المرء وزوجته بصورة متكررة. أعراض السحر المخصص لشيء محدد: الربط لكي يمنع الإنسان من الإنجاب وتمنع الذرية، وبعض الحالات يتطرق الأمر لها إلى قتل الأجنة داخل الرحم وبدون أسباب معلومة. العقم لدى الرجال من خلال قتل الحيوانات المنوية، ضعف القدرة الجنسية، الإصابة بالشلل الكلي أو الجزئي، الإصابة بالعمى، وبالأخص بعد الانتهاء من إجراء التحاليل الطبية، حيث يتضح في النتائج أن الشخص سليم وغير مصاب، فهذا يكون من فعل الشيطان. وكذلك هبوط في معدلات جمال الوجه والجسم بصورة ملحوظة عند قراءة القرآن، وبالتحديد سورة البقرة. يشعر الشخص المسحور بالتنميل والصداع وضيق مع ارتفاع في درجة الحرارة، تدني وهبوط المستوى الدراسي، والعمل مع النسيان المستمر وعدم القدرة على التذكر، تساقط الشعر بصورة كبيرة وملحوظة مع ظهور القشرة بمعدلات كبيرة، الابتعاد عن ذكر الله. يكون الشخص المسحور دائما مبتعدا عن ذكر الله، البعد عن الأماكن المقدسة، الوسواس الذي يصل لحد الشرك بالله ونفي وجوده. أعراض واضحة في منزل الشخص المسحور: هناك العديد من الأعراض التي تظهر على ممتلكات الشخص الذي يعاني من السحر وتكون بالغة الوضوح. منها: يشعر الشخص المسحور بضيق شديد داخل منزله كلما دخل له باستمرار، سماع أصوات لأشياء تسقط في غرف المنازل، وذلك في كثير من الغرف المؤهلة أو في الغرف الغير المتواجد فيها أحد، وخلال حدوث الصوت وعند البحث لا يتم إيجاد من يفعل ذلك. بالنسبة للمرأة المسحورة، تشعر في المنزل أن شخصا ما يمشي خلفها وينفخ الهواء في أذنها، رؤية الظل الأسود دائما ما يجول حول المنزل، وبالتحديد في الليل سماع صوت منخفض للغاية ولكن لا يتم الكشف عن مصدر الصوت، الشعور دائما بالظلمة في المنزل حتى مع وجود الإضاءة المتكررة والمستمرة. الآن سنرصد لكم بعض الحالات الواقعية التي فشلت في تحديد ما تمر به، وبالأخير حدد ذلك أهل العلم والمعرفة بأنهم أصابهم سحر. ولكن من الجدير بالذكر أن الشخص المصاب بالسحر عندما يلاحظ تكرار العلامات السابقة ذكرها معه باستمرار، من الضروري أن يتجه إلى أهل العلم والمعرفة لعلاجه وتشخيص حالته والبعد عن الدجالين والمشعوذين. تجربة عن السحر الخاص بالخوف والبعد عن الله: سيدة تروي أنها دائما ما تشعر بضيق عند التقرب إلى الله عز وجل، وبالأخص في الصلاة، فلم تعد قادرة على مواصلة صلاتها بالشكل المطلوب، وتشعر بأنها ليست بمفردها وأنه يوجد شيء ما يتحرك معها باستمرار، وبالأخص في فترة الليل، بالإضافة إلى رؤية الكوابيس بصورة مستمرة وبها أشياء من حيوانات مفترسة وأشخاص غريبة تحاول قتلها. وفي المنزل أيضا تسمع أصوات غريبة ولم تجد لها المصدر، بالإضافة إلى بعدها المستمر عن زوجها وكرهها للعلاقة الحميمية معه. وقد تم نصحها من قبل الشيخ المعالج الذي رد عليها أن تحاول قدر الإمكان التقرب من الله، حتى وإن حاولت الشياطين إبعادها، مع الحرص على قراءة سورة البقرة والانتظام على رقية الشرعية.
وأضاف أنه من الواضح من الأعراض التي ترويها أنه ليس بالسحر الأسود وأنها أعراض بسيطة مقارنة بغيرها، فمن الضروري التيقن في الله سبحانه وتعالى وأنه قادر على تخليصها مما هي فيه بحسن الظن بالله والتقرب منه. تجربة عن السحر الخاص بالمتزوجين. رجل يروي أن أخوه يعاني من بعض الأعراض الغريبة وأنه يشك بأنها نوع من الحسد أو السحر، بالأخص أنها لم تكن موجودة به من قبل. وأيضا يوجد بعض الأشخاص ممن يكنون له الضغينة ولا يريدون له السلامة، وبعد ذلك لوحظت هذه الأعراض عليه فتم ربطها مع بعضها البعض، فهو يشعر بالضيق الدائم عند دخوله المنزل، وأصبحت لديه الرغبة الملحة في ارتكاب الفواحش ومنها الجنس الشاذ، وتقريبا لديه كراهية كبيرة اتجاه زوجته، فأصبح يشعر كل المقربين به بأن أسلوب كلامه ليس بالشخص الذي يعرفه، وكأن شخصا آخر يحركه. دائما ما أصبحت أتفه وأبسط الأمور تضايقه وتسبب له الانفعال بصورة سريعة، ويسمع أصوات غريبة بالليل وأهل بيته أيضا، ويظنونها من الجيران ويفتعل معهم المشاكل بسبب تلك الأصوات، وبعد ذلك نجد أنهم ليسوا سبب الضوضاء. وقد تم سؤال هذا الشخص عن تقربه إلى الله فرد عليهم: لا يحب أبدا التقرب إلى الله بأي شكل من الأشكال، بل ولا يرغب حتى في سماع القرآن الكريم. ففسر الشيخ حالته بوجود سحر في حياته وممتد إلى منزله، ومن الواضح أنها أعراض شديدة لا يمكن السكوت عنها، ويفضل أن يراه أحد المشايخ المختصين في معالجة السحر، لأنه لو ترك على هذا الحال سيرتكب جرائم تصل إلى القتل. يوجد أنواع كثيرة من السحر وتختلف أعراضها تبعا لنوع السحر. ينقسم السحر إلى العديد من الأنواع، فمنه السحر الأبيض الذي يجبر الشخص أن يحب ويقع في غرام شخص آخر وليس له أعراض مثل السابق ذكرها، فهو كما يقول ما يبتدعه أنه للأعراض النبيلة فقط ولكن حرمه الله. ويوجد السحر الأسود والذي هو من أقوى أنواع السحر، ويمر المسحور به بجميع الأعراض السابق ذكرها. ويوجد السحر الترابي والمأكول والمشروب، وكل واحد منهم يصاب به الشخص المسحور في المسمى الخاص به. فماذا يتوجب فعله عند الإصابة بالسحر؟ عندما تعرف أنك مسحور بالفعل يجب الذهاب إلى شخص مختص من أهل العلم والمشايخ، ومنهم من يفعل ذلك لوجه الله ومنهم من يفعله كمصدر رزق، ولكن تكون الطرق المتبعة للعلاج وفقا لكتاب الله عز وجل. وأيضا أكل التمر والعجوة. وردت العديد من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل التمر في علاج السحر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصبح كل يوم 7 تمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر. ويجب أن يكون لدى الشخص المسحور اليقين بأن الله هو من بيده مقاليد العلاج من كل الشرور، ويجب الابتعاد عن المشعوذين والدجالين، فمنهم من يتداوى من السحر بالسحر المحرم، إذ يستطيع المرء العارف بالسحر وعلومه إبطال مفعول السحر المصنوع لشخص ما بسحر مثله، ويترتب على ذلك مخالفة شرعية وذنب عظيم من الكبائر. جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اجتنبوا 7 الموبقات. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. وبعد أن ذكرنا لكم أنواع السحر
وما هو السحر وما أعراضه؟ سنذكر لكم الآن كيفية الوقاية منه. لابد على المسلم أن يحرص على الأفعال التي تقربه إلى الله تعالى وتحميه من الشرور. توحيد الله تعالى وتحقيق الإيمان في القلب بأن كل شيء يصيب المرء أمر من الله تعالى، والله تعالى لا يصيب المرء إلا بما هو خير له. قال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. تقوية الإيمان في قلب المرء مما يضعف الشيطان ويجعله بعيدا عنك. قال تعالى: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى رب بهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. المداومة على ذكر الله تعالى في كل الظروف والأحوال والأوقات. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. المحافظة على قراءة آية الكرسي يوميا وقراءة آخر آيتين من سورة البقرة وقراءة سورة الإخلاص والمعوذات، أي سورة الفلق والناس. أما حكم السحر فيحرم على المسلم التعامل بالسحر، فهو حرام والساحر كافر خارج من ملة الإسلام. فالساحر لا يتمكن من السحر إلا بفعل ما يخرجه من الإسلام، كالتقرب إلى الجن بالذبح أو الاستعانة والاستغاثة بهم واللجوء إليهم، أو إهانة كلام الله تعالى. وقد جاءت الكثير من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنهى المسلمين عن إتيان العرافين والكهنة، وتبين عظيم ذنب الإيمان بهم وتصديقهم. منها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. وفي الأخير أدعو الله أن يحفظنا وإياكم من جميع الموبقات التي ترمي بصاحبها في الدرك الأسفل من النار، وأرجو لإخواني وإخوتي المبتلين بالسحر الشفاء العاجل وأن يتقبل الله دعواتهم. وأسأل الله لجميع المسلمين أن يحفظهم من السحر ومن جميع الأسقام، وأسأل الله تعالى أن يتوب على جميع السحرة وأن يرجعوا إلى كتاب الله تعالى قبل أن يفوت الأوان ويخلدون في النار مع الشياطين. وأقول لكم: إن الدنيا زائلة وسوف نلقى الله يوما. وفي الأخير أشكركم على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.